مباراة الشبيبات القبائل أمام فريق أولمبي تلف في الجولة 16 من الدوري الجزائري. لكي تشاهد المباراة ما عليك فضل الله تطبيق صلة كل اشتراك بالقناة، وشكرا لكم مسبقا. ملعب المستضيف للمباراة ملعب استاد 1 نوفمبر 1950 بتيزي وزو. توقيت المباراة سوف يكون في الساعة 3 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة 4 بتوقيت القاهرة، والساعة 5 بتوقيت قطر والسعودية والإمارات. أما بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة، الموقع الرسمي لفريق جيسكا الناقل الحصري للمباراة، نتمنى لكم فرجة ممتعة. لا تنسوا دعم دبليو كل اشتراك بالقناة والتفعيل الخاص لتصل على الكل لكي توصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونضربكم موعد في موعد قادم.